مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نتحدث فيها عن التحديات التي تواجه قوة الساحل المشتركة على ضوء تصريحات الرئيس الموريتاني قبل أيام بشأن هذه القوة، حيث قال إن هذه القوة قد استعدت بنسبة 92%، مضيفا أن المعركة تخاض بالتجهيزات وبالرجال لا من خلال البنى التحتية. أيضا من المتوقع أن تحتضن نواكشوط في 6 دجنبر المقبل اجتماعا حول تمويل مجموعة دول الساحل الخمس، وذلك بعد أشهر على احتضانها اجتماعا لقادة دول الساحل والرئيس الفرنسي على هامش القمة الإفريقية 31. إذن للحديث عن هذه التحديات معنا الأستاذ الكاتب الصحفي أحمد محمد المصطفى، وهو متابع كما تعلمون للشأن الإفريقي. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. في البداية، ما تقييمك لأهمية هذا الاجتماع الذي سينعقد بعد أسابيع في نواكشوط، خاصة أن التحدي المتعلق بالتمويل لا يزال شبحا يهدد هذه المجموعة العسكرية قبل أن تنطلق حتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الاجتماع يأتي يعني بعد تجاوز الآجال التي حددت لانطلاقة عمليات القوى المشتركة. موضوع التمويل فضلا عن موضوع تضارب الاستراتيجيات أهم عقبتين تقف في وجه بدء العمليات بالنسبة للقوى المشتركة. ومن الواضح حتى ولو كانت نسبتهما ضئيلة كما تحدث الرئيس، من الواضح أن عقبتهما كئيبة. موضوع التمويل ما حصل فيه هو مؤتمرات للمانحين، كان أبرزها مؤتمر بروكسل في فبراير. والإشكال أن الالتزامات التي تمت فيه لم يتم الوفاء بها إلى الآن. طبعا مؤتمر بروكسل فقط للتوضيح تعهد بتقديم مبلغ 414 مليون دولار، لم يتم الوفاء به إلى الآن. أبرز المانحين ما زالوا في طور الالتزام. الاتحاد الأوروبي كأحد أبرز المندفعين في دعم هذه القوة، وخصوصا من خلال الفعل الفرنسي والدبلوماسية الفرنسية، شكل لجنة لمتابعة هذه الالتزامات من أجل الوفاء بها. الجانب الآخر هو الجانب الذي يمكن أن يضمن لهذه القوة تمويل داعم هو اعتمادها من قبل مجلس الأمن، وهذا يواجه رفض أمريكي وصل درجة التلويح بالفيتو. رأيك لماذا يرفض الأمريكيون أن يمر الموضوع عبر مجلس الأمن؟ لأنه تكلفة جديدة للأمم المتحدة، تكلفة داعمة، يعني عبء مالي جديد يتحملون الجانب الأبرز فيه، ولأنه خيارهم في منطقة الساحل يقتضي أخذ مساحة من الموقف الفرنسي. ومن الواضح أنهم منذ أكثر من سنتين بدأوا يعتمدون في وجودهم على النيجر، بل أوجدوا جنودهم على الأرض استهدفتهم إحدى العمليات. اعترف البنتاغون بمقتل 4 جنود، وكان هذا أول إعلان للوجود الأمريكي على الأرض. حاول الأمريكيون تغطية على موقفهم الرافض لحصول هذه القوة على دعم أممي بتقديم دعم مالي يتمثل في 60 مليون دولار على مدى 5 سنوات، كل سنة 60. هذا طبعا مبلغ ضئيل، لكنه ضئيل جدا. طيب، لأكبر ما يكشف حجم التحدي الذي تواجه هذه القوة هو أنه حدد لبدء عملياتها منتصف 2018، يوليو 2018، ثم أجل إلى سبتمبر، وكان المبرر أنه حتى لا تتزامن بداية العمليات مع موسم الأمطار، مع ما يخلف من الصعوبات في المنطقة، صعوبة التحرك بالنسبة للقوات المشتركة العسكرية عموما، وكذلك حياة الناس وارتباطها به. أجلت إلى سبتمبر، ثم تجاوزنا سبتمبر، مما يعني أن العقبات التي كانت تحد من انطلاقتها ما تزال قائمة. طيب، هل هذا التأجيل المستمر يوحي بأن ربما قوة الساحل أو خطتها أو عملياتها الثلاث قد فشلت على الأقل في إحداث عنصر المفاجأة لمجموعات مسلحة التي من المتوقع؟ الموضوع ربما أشمل من ذلك، ربما يعود إلى مجموعة دول الساحل الخمس بشكل كآلية منشئت بهدفين، هدف أمني وهدف تنموي. ومع أن الهدف الأمني أخذ كل اهتمام، نحن الآن في السنة الثالثة، نهاية السنة الثالثة لإعلان هذه المجموعة، ولم نجد أي عمل على الأرض.
أما الجانب التنموي فهو متعثر كثيرا مع أن وقع اتفاقيات في مجاله مثلا. طيب كما تعلم هنالك فرق بين مجموعة الساحل وقوة الساحل ربما. لا قوة الساحل تابعة لمجموعة الساحل. بالتأكيد الجناح العسكري، الجناح العسكري لمجموعة الساحل بالتأكيد، ولكن هي التي تتلقى الدعم وربما الاهتمام الأوروبي بالنظر إلى لكن هي فرع عن الأصل. الأصل هو المجموعة بالتأكيد. الأصل هو مجموعة دول الساحل وأعلى يعني هي التي تجتمع على مستوى الرؤساء، ثم على مستوى وزراء الدفاع، ثم على مستوى قادة الأركان. الجانب الآخر يلتقوا وزراء الاقتصاد والتنمية. في الجانب التنموي وهو الأهم أو كان ينبغي أن يكون هو الأهم، ظلت المشاريع فيه متعثرة، تم الاتفاق على إنشاء خطوط مشتركة لم يتجاوز ذلك يوم التوقيع. في الجانب العسكري مع أنه نال كل هذا التركيز لم ينجحوا في إيجاد، مع أنهم أقاموا عملية تجريبية لكن لم ينجحوا للآن في القيام بعملية حد على الأقل المرحلة الأولى، مع أن عنها منطقيا تبدو سهلة. طيب أنت العملية كان يفترض أن تكون قدمت تفسيرا في البداية يحتاج إلى تفكيك، قلت من أسبابي لحظة. هي كان يفترض أن العملية تكون من شقين. الشق الأول أن تقوم كل دولة بتأمين حدود، بعد تجاوز هذه المرحلة تبدأ مرحلة الهجوم على الجماعات المسلحة في معاقلها وخصوصا في شمال مالي. المرحلة الأولى كان يفترض أن تكون سهلة، لكن لأسباب كثيرة منها على بالتأكيد التمويل، ومنها وهذا لا يمكن تجاهله تضارب الاستراتيجية. نعم هذا ما أريد أن أصل إليه. ليس دوليا كما أشرنا كما تحدثنا أنفا فقط، وإنما إقليميا أيضا الفرنسيين، وإنما إقليميا. طيب يعني أنه كل دولة هذا الأمر يحتاج إلى توضيح. إذا دخلنا في التفاصيل هذا أمر يحتاج إلى توضيح، يعني تضارب الاستراتيجيات. دعنا تحدثنا ولو مؤقتا أو بشكل مختصر عن التضارب استراتيجيات ما بين الأوروبيين أو الفرنسيين والأمريكيين من جهة. الآن تضارب الاستراتيجيات محليا أو إقليميا يعني إلى ما تشير؟ نحن إذا عدنا إلى الأسابيع الأولى لإنشاء هذه اللجنة المشتركة سنجد أنه كان هناك تحفظ كبير تشادي وتشادي من أقوى الدول، وكانت لها دور كبير في الحرب 2013 في استعادة الشمال المالي. كانت قواتها في الشمال المالي أكثر عددا حتى من القوات المالية ذاتها، ثم تلكوا موريتاني في الأسابيع الماضية الأسابيع الأولى لتشكيل هذه القوة، وتقرير أممي رصد هذا يعني عدم الحماس الموريتاني. كانت موريتانيا آخر من يعين ضباط الاختبار، كانت آخر من يعين الكتيبة التي ستكون ضمن هذه القوة، وهو يعني طيب ما تفسير ذلك يعني تحفظ أنذاك كان مفهوم تحفظ شادي واضح جدا. ما هو أنه غياب تمويل يعني أنه ليس غياب تمويل وإنما مغاضبة للفرنسيين، لأن التشاديين يرون أنه لم يكافئوا بأدوارهم الكبيرة في 2013. كانوا أكبر قوة وتعرضوا لأكبر خسارة كذلك بسبب وهذا طبيعي سبب الوجود. الموريتانيين واضح أنهم يرون أنهم أصحاب الفكر، وأن الاجتماع التأسيسي لهذه القوة كان في نواكشوط، والمقترح المجموعة أصلا كان مقترح موريتاني من الرئيس محمد عبد العزيز. يرون أن الدور الذي منح لهم بتساويه مع بقية الدول يغمطهم حقهم في أن يكون دورهم أكبر، وربما يكون من الإجراءات التي اتخذت في مقابل هذا وأرضتهم شيئا ما هو منحهم قيادة القوى المشتركة لاحقا بعد إقالة الجنرال المالي. طيب هذا عن تضارب استراتيجيات بين هذه الدول. برأيك هل هذه القوى قادرة بالفعل؟ لا من ضمن الاستراتيجيات كذلك مالي، أنه مالي واقعيا دولة فاقدة السيطرة على أكثر من جزء أراضيها، وقعت اتفاقيات مع الحركات التي تقول أنها تمثل السكان ثم عجزت عن تنفيذها، يعني تواجه أكثر من تحدي يجعلك تتساءل حقا هل توجد الآن دولة مالية لها إرادتها يمكن أن تنسق معها، أم أن الحضور الفرنسي ينتزع الكثير من هذه السيادة. طيب برأيك هل هذه القوة قادرة بالنظر إلى هذه التحديات التي أشرت إلى جانب منها، سواء ما يتعلق منها بالتحدي المالي أو يتعلق بتضارب الاستراتيجيات سنأتي إليه، ولكن هذه القوة بالنظر إلى هذه التحديات قادرة بالفعل على أن تنجز شيئا على صعيد محاربة الجماعات؟ ما دامت هذه العقبات قائمة، ما دام هناك تضارب الاستراتيجيات لا يتوقع نجاح، لأنه سيظل التساؤل قائم والتضارب بين ماذا نريد. كل جهة تطرح على نفس السؤال ماذا نريد وتعمل على أساسه، وبالتالي لن يكون تكون النتيجة موحدة، بل لن تكون مضمونة، لأنه كل طرف سيعمل على ما يريده. طيب. فما تريده موريتانيا مختلف عن ما تريده النيجر، ما تريده النيجر مختلف عن ما تريده مالي. كيف تقع الأحداث على أراضيها مثلا؟ الموقف من الحركات
ناشطة في شمال مالي. بعض الدول مثلا اللي نأخذ مثلا مالي ربما تكون لا تفرق بين الحركات المحسوبة على القاعدة والمتحالفة معها مع الحركات الأزوادية. الموقف الملتاني يختلف. الحركة الوطنية لتحرير الأزواد مستضافة هنا في أمريكا كان قادتها في المعفتور. الحركة العربية لتحرير الأزواد عقدت مؤتمرها التأسيسي على الأراضي الموريتانية. موقف النيجر من الطوارق يختلف عن موقف من العرب لأن الطوارق يشكلون عليها خطرا أكبر بسبب وجودهم داخلها. مراعاة المناطق التي تكون تشكل حاضنة لهذه الجماعات تختلف بين دولة ودولة. طيب. إذا موريتانيا بالحديث عن موريتانيا استراتيجية موريتانيا في 2013 قبلت المشاركة في القوات التي دخلت شمال مالي لكنها اشترطت أن يكون في الجانب الذي يليها من المناطق المالية. ومالي أو من يتحدث باسمها اعتبر أن هذا سيكون توسع لموريتانيا في مناطق مالية يعني زيادة حدودها بدل أن تكون ضمن قوة أممية الجهة الأممية التي تحدد مكان انتشارها وكان يريد انتشارها في منطقة غاو. موريتانيا اعتبرت أن جنودها في كل الأحوال قد يكونوا في أي لحظة بحاجة إلى مدد وإذا لم يكونوا في منطقة يمكن أن يصلها المدد فهي قد تكون عرضتهم لخطر في منطقة ملتهبة ولا أمان فيها. طيب. التحدي الذي كنت أريد التوقف معه هو أنه الحراك العسكري الإقليمي والدولي أوجد حراك موازي لدى هذه الجماعات والأسابيع الأخيرة عرفت تنفيذها لعمليات غير مسبوقة على الأقل في تقارب هذا الزمن. نفذت عمليتين بالسيارات المفخخة ضد مقرات القوات الأممية في تمبكتو وفي بير قرب تمبكتو وفي غاو. وقبلها كان نصف مقر القوى المشتركة قبل أن يتم نقلها إلى العاصمة بمصر. وآخر الأخبار فيها أنه هناك مطالب من القائد الموريتاني بإعادة بناء مقرها وبتأسيسها. وتصريح الرئيس يلفت إلى أن الإشكال ليس في التمويل ليس في المعدات ليس في البنى التحتية بقدر ما هو في توفير أمان لهذه القوى التي تشارك تضمن استمراريتها. طيب. وفي توفر إرادة مشتركة حقيقة. سنذهب إلى فصل قصير ثم نعود إلى الحديث عن تضارب استراتيجيات لأن هنالك دول كبرى أيضا لها تأثير على هذا المجال. نتحدث هنا عن الجزائر وغيرها من الدول أيضا. نظرت هذه الدول إلى هذه القوى ما يمكن أن يتحقق في هذا الصدد. مشاهدينا الكرام قوموا معنا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد والذي يخصه الحديث عن التحديات التي تواجه القوة الافريقية المشتركة لمجموعة الساحل على ضوء قرب انعقاد اجتماع لهذه القوة في شهر دجنبر المقبل في المعفور. استاذ احمد كنا نتحدث قبل الفاصل عن تضارب استراتيجيات وتأثيره على هذه القوة وان عملياتها لم تنطلق حتى الان. دائما هنالك لا يمكن الحديث عن هذه التضارب الاستراتيجيات دون الحديث عن دول كبرى في الاقليم لها تاثير ما على هذه المنطقه ولو انها ليست عضوا في مجموعه دول الساحل. نتحدث هنا عن الجزائر. برايك ما تقييمك لرؤيه الجزائر لهذه القوى العسكريه ومدى انسجامها مع رؤيتها لهذه المنطقه؟ بالتاكيد للدور الجزائري ودور البارز في المنطقة، لكن قبل كنت أود لو أكمل عن استراتيجيات الدول الخمس على الأقل بشكل هذه المجموعة. تحدثنا عن مالي، عن النيجر، عن موريتانيا. بالنسبة لبوركينا فاسو فرض عليها التحدي الأمني الذي وصل حدودها واختطافا وتنفيذا لعمليات أن تكون دون هذا. بالنسبة لتشاد هي الأبعد.
وتجربتها في دخول شمال ماليا 2013 كما ذكرت لم تكن مشجعة لها للاندفاع أكثر، وحتى علاقاتها بالفرنسيين أكثر فتورة أثرت على حماسها لهذه المجموعة. بالنسبة للجزائر كانت لديها استراتيجية، تقريبا كانت الدولة هي الدولة الأبرز والأقوى في المنطقة، وكانت استراتيجيتها تقوم على مواجهة على الوقوف في وجه أي تدخل دولي، واعتماد أن الدول الإقليمية قادرة على تأمين أنفسها، قادرة على رفع تحدياتها، وبناء على هذا نشأت مجموعات تجمعات إقليمية. تجمعات إقليمية كانت لا تنشأ إلا لتنتهي. رأينا دول الميدان التي كانت تضم موريتانيا والنيجر ومالي والجزائر، ثم جاءت دول أفريقيا مالي، لكن تدخل الفرنسي 2013 وعملية عين الناس التي سبقته فرضت على الجزائر انحناء عن العاصفة يبدو أنها طالت، لكن في كل الأحوال غيابها بالتأكيد سيشكل تحدي لن تستطيع الدول الأخرى رفعه، وخصوصا إذا لم تكن راضية عن هذه الاستراتيجية. للجزائر أكثر من وسيلة للعب في شمال مالي، وصلت درجة أنه هي الدولة الوحيدة التي كانت عندها عنصرية في منطقة شمال مالي، وهذا لا شك حضور. يعني في 2012 لما سيطرت هذه الجماعات على شمال مالي اختطفوا الدبلوماسيين الجزائريين من جاو، بالتالي حضورها في المنطقة قديم، تشابكها مع سكانها لدرجة تبادل الجنسية معروف، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تصور أن تكون بعيدة عن المشهد تأثيرا فيه في أي جوانب أراضي. طيب برأيك ما سر التصريحات الإيجابية التي نسمعها من المسؤولين في القوة، وآخر هذه التصريحات تصريحات الرئيس محمد عبد العزيز بشأن استعدادات القوة أنها وصلت نسبة 92%؟ الحديث الآن عن الاستعدادات متجاوز، لأنه لو أخذنا تسلسل التصريحات، أخذنا تسلسل الاجتماعات، أخذنا تسلسل المؤتمرات، كان يفترض أن تكون القوى المشتركة بدأت عملها يوليو 2018. أرسلت رسائل الأمطار إلى سبتمبر، الآن ليس هناك موعد محدد معلن، لأنه بعد موعدين اختفت التصريحات. واضح جدا أنه لا توجد جهة، الأوروبيون لم يعد بإمكانهم إعلان موعد جديد، لأنهم يدركون أن هذه التحديات تحتاج لرفع قبل أن تبدأ. أما الدول الإقليمية فما زال تحدي التمويل، يعني مساهمة كل الدول الخمس هي 50 مليون دولار من 450 تحتاجها في سنتها الأولى للانطلاق. طيب برأيك على ضوء هذا الموضوع، على ضوء هذه التحديات، ما مستقبل هذه القوة مستقبلا كجهاز عسكري لهذه تحتاجه دول الساحل أصلا هي لأهدافها الوطنية، فضلا عن تأثيره وقيمته الإقليمية والدولية؟ أعتقد أنه بالنظر لواقع هذه الدول، أن ذكر المجموعة كانت جاءت في توقيت، لكن لم تنجح في يعني إعطاء أولوية لاهتماماتها على حساب اهتمامات الآخرين. أنه نشأة المجموعة بهدفين تنموي وأمني، لو ظل بنفس الحضور الجانب التنموي مع الجانب الأمني ونجحوا في فرض هذه الإرادة على الغربيين الفرنسيين خصوصا الأوروبيين عموما الأمريكيين بعدها، لكانت فرصها في النجاح أكثر. أما التركيز على الأمني فمن الواضح أنه أولوية فرنسية بالأساس، فرنسا تريد أن تنسحب من شمال مالي، القوة الأممية في شمال مالي جمعت بشكل جعل عشوائي، بشكل شبه عشوائي، وجعل قائدها يشكو بشكل علني عبر الإعلان أنها غير مدربة وأنها لا تعرف ماذا تريد، لا تعرف لماذا هي هنا، وهذا بالتأكيد يؤثر على معين عمليات الجندي عندما يقاتل لا يعرف ماذا يقاتل، إلى المهمة التي جاء من أجلها. تكلفتها المالية مليون دولار يوميا، وهذا يعني يفوق حتى المبلغ الذي جمع لهذه القوى المشتركة، وبالتالي لا بد من أن تتفق هذه الدول إقليميا على أولوياتها، ثم أن تجعل الآخرين داعمين وليس العكس، ليس أن تتولى الجهات الغربية القيادة وتكون الدول الإقليمية تبعها بسبب خلافاتها وصراعاتها الداخلية وتضارب أولوياتها. طيب من المتوقع كما قلنا أن تبدأ هذه القوى العسكرية عملياتها في أي لحظة
هنالك دائما حديث كما تعلم متشدد، ومنه ما يدور هنا في موريتانيا، ما مدى حاجتنا كدولة إلى أرسال جنودنا خارج الحدود؟ هل ترى أن مثل هذا الطرح هو طرح واقعي وموضوعي، أم أنه يتجاوز أو يتناسى أهمية الإقليم في الحماية من الإرهاب ومشاكل؟ واقعيا قدر موريتانيا أنه أي مشكلة في مالي ستكون طرف أرادتها أم لم تريدها، بالتالي أي شيء يقع في مالي موريتانيا ستأثر به. لكن فيه هناك فرق كبير بين أن يكون الدافع وأنك تنقذ جارك وأنك تجنب بلدك امتداد الحرب أو امتداد النيران إليه، أو أن يكون دافعك هو أنك تدخل يعني القوى المشتركة، مجموعة دول الساحل عند انطلاقتها نظر إليها كمورد مالي قد يحصل على تمويلات أكثر مما نظر لها كمجموعة محلية تريد الوصول إلى أهداف مشتركة لدول الإقليمية من أجل تأمينها. ولذا جاءت طلبات الانضمام من مناطق أخرى ليست مرتبطة بالمنطقة بشكل مباشر لهذا الهدف، لكن مع تعثر التمويل بالتأكيد ستتراجع هذه الاهتمامات. يبقى التحدي الأمني، يبقى التحدي التنموي، إذا نجحت هذه الدول بأن تجعله أولوية، إذا نجحت في إعطاء الصورة الحقيقية وفي الاتفاق عليها بالتأكيد ستحقق هدفها. طيب. ستستعيد أمنها كل دولة على حدة، وإذا أمنت كل دولة حدودها بالتأكيد ستأمن المنطقة كلها، مع أنه لا يمكن تصور حل المشاكل شمال مالي بل في الساحل عموما دون حل جذور هذه المشكلة، وهي طيب. هي النقطة التي لا يريد أي طرف أن يصلها. من يصور الإشكال في شمال مالي كإشكال أمني فقط، من يصور الإشكال في شمال مالي كإشكال قاعدة أو تنظيم الدولة فقط، يتجاهل الإشكال الحقيقي، الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد التنموية، الأبعاد السياسية المنطقة التي لا يمكن حلها إلا بتفاوض مع السكان، بأن يرى السكان أنهم أصبحوا جزء من هذه الدولة، بأنهم أصبحوا يتحكمون في مصائرهم ويعبرون عنها، ولا تؤكل التمويلات باسمهم وتبقى مناطقهم مهمشة. طيب، المجموعة أطلقت، أي مجموعة الساحل العسكرية أطلقت 6 عمليات تجريبية في على الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ما تقيمك لهذه العمليات؟ هي حيث الأثر والنتيجة عند تطبيقها يمكن أن يقول أنها كانت عمليات روتينية، مع وجود المجموعة سميت باسمها من أجل أن تكون قامت بعمل، لكن واقعيا العمليات الحقيقية هي التي كانت تبدأ بأن تسعى كل منطقة كل دولة لتأمين حدودها. يكفي في تعثر هذا المجال أن نعرف أنه الجانب الموريتاني حتى المقر الذي ستكون فيه الكتيبة لم يتم بناء المجال، وبالتالي يعني المكاتب التي ستعمل منها، التي ستخطط منها، التي ينبغي أن تكون فيها القيادة غير موجودة للآن، ما زالت الجيش الموريتاني في مناطقه يعمل بالطريقة التي كان يعمل بها، ولا وجود لأثر لمجموع القوة المشتركة إلا بالأسماء وبتعيين القادة أنهم أصبحوا يحملون ألقاب جديدة بدل الألقاب التي كانت عندهم. وبالتالي طيب. أظن أنه على الميدان أنه التأخر ليس فقط في التخطيط المالي، التخطيط الاستراتيجي، في توحيد الرؤى، في الاتفاق على موعد بقدر ما هو ميداني كذلك، لأن هذا مرتبط، إذا تأثر التخطيط، إذا تأثر التمويل بالتأكيد سينعكس ذلك على الميدان. طيب، الأمين العام للأمم المتحدة دعا قبل أعتقد 7 أيام إلى إعادة النظر في آليات الدعم والتمويل، معتبر أنه 50 دولة التي قدمت تعهدا بمنح 415 مليون دولار أو أورو إلى هذه المجموعة، برأيك تدخل الأمم المتحدة بهذا الشكل أو هذه التصريحات يمكن أن تدفع إلى إعطاء الملف للأمم المتحدة بالفعل حتى يعطي ذلك زخما على الأقل يسمح بمزيد من التمويلات؟ أحيانا نسمع أيضا عن جهود لمساهمة بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وغيرها في تمويل هذه القوة، ترى أن هذه التحركات سواء على الصعيد الأممي أو العربي يمكن أن تشكل الإمارات ب30 مليون. أذكر مرة من أحد المسؤولين الأمميين السابقين كان في منطقة متوترة، حدثني أنه شارك بعديد من هذه المؤتمرات وأنه تجربته في أغلبها أنه لا تتجاوز حديث على المنصة، وفي الغالب ما يتم الوفاء به التزامات لا يصل 30 مليون منها، وبالتالي الأمر ليس بدعا من هذا النوع من المؤتمرات. الالتزامات على الملأ تكون كبيرة،
لكن إذا وصلت درجة التنفيذ تتعثر، وإذا تم التنفيذ منها يكون جزئي. طيب أعتقد أنه لو توفرت الإرادة لدى هذه الدول، الإرادة الصادقة والتخطيط السليم، لما احتاجوا لكل هذه التمويلات. لكن نظرا لوجود إرادة خارجية دفعت لتطلع لمزيد من التمويل وجعلت خططها تحضر أكثر من الخطط المحلية والإقليمية. الحديث الآن يجري عن بحث فرنسا عن من يخلص جنودها بعد انسحابها من شمال مالي، وعن رغبتها في إيجاد مخرج بعد 4 سنوات من الوجود على الأرض، أكثر مما يجري عن تأمين هذه الدول لحدودها ولإقليمها. بالتالي الأولوية أولوية خارجية قبل أن تكون أولوية داخلية. طيب، بغض النظر عن أهداف الفرنسيين، هذه الدول أيضا محتاجة لحل هذه المشاكل، محتاجة لتأمين حدودها، محتاجة لمواجهة مجموعات التطرف والتهريب، بغض النظر عن تضارب استراتيجيات كما قلنا. برأيك ماذا تستفيد موريتانيا من تزعم هذه القوة ومن الحماس الذي نسمعه من حين وآخر حول أو الحديث حتى عن دور موريتانيا في منطقة الساحل ومجموعة الساحل؟ كيف تقيم هذا الدور وكيف تراه مستقبلا؟ بالتأكيد موريتانيا قادرة على أن يكون لها دور الآن حاضر، وكما ذكرت خصوصا في هذه المجموعة، المجموعة تبرز دورها لأنها كما ذكرت كانت صاحبة المؤتمر التأسيسي. لكن بعد أن تقدمت بالتأكيد بدأت تفقد شيء من دورها فيها، وصل درجة كما أشرت مغاضبتها وتمنعها في تأخرها في بعض المراحل. بالتأكيد طيب ألا يدل هذا التعثر، اسمح لي، ألا يدل هذا التعثر وهذا الاعتراض الموريتاني على أن الدور الموريتاني في هذه القوة هو دور مهم جدا ويعطي أولوية للمصالح الوطنية الموريتانية على الأدوار الفرنسية الأخرى والدوار الخارجية؟ هو دور الدول كلها التي مطلة على المنطقة دور تكامل، بمعنى أنه أي تعثر في أي جانب منه سيؤثر على بقية، حتى ولو كانت مالي التي كما ذكرت تقريبا وجودها في ثلثين من مناطقها وجود رمزي شكلي، والسيطرة ليس لها فيه. لكن حتى لو اعترضت، حتى لو تلكت، سيؤثر على بقية البلدان. وبالتالي أكيد الدور الموريتاني أساسي، هي تقريبا صاحبة الحدود الأطول مع مالي، وصاحبة التداخل مع سكان المنطقة، التداخل الأقوى، لكن الدولة بمنطقة تربطها علاقات مع الطوارئ، مع العرب سكان المنطقة كما يربط الدول الموريتانية. وهذه كلها نقاط قوة، لكنها لا تكفي لوحدها للنجاح في ملف بهذا الحجم، لتحقيق نقاط فيه دون تعاون مع الأطراف الأخرى. طيب، اسمحني أن أذكر بالرقم الوارد في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن الدعم الذي تعهد به المانحون للقوى المشتركة لم تدفع منه سوى نسبة 45.9% فقط. إذا ما تم هذه النسبة أكثر من النسبة التي أشرت لك منها. عادة ما يتم تعهد عادة تكون حدود 30% إلى 40%. طيب، بالنظر إلى هذه الأرقام، ما توقعاتك بشأن نجاح اجتماع المقبل مجموعة الساحل؟ هو تقريبا المسمع يكون بداية شهر ديسمبر. أتوقع أن تكون فرنسا الآن تحاول أن تقنع الأمريكيين بما رفضوه سابقا، أي أن تنجح، تحاول أن تجعل مجلس الأمن من خلال طلب رسمي من مالي، من خلال استغلال، وهذا طبعا حصل بعضه في الفترة الماضية، سافر بعض قادة دول المجموعة إلى نيويورك من أجل إقناع دول نافذة بدعم هذه المجموعة، بجعل مجلس الأمن يتبناها. أتوقع أن تواصل في هذا المسار من أجل الحصول على مزيد من الدعم حتى يتم تبنيها من مجلس الأمن، لأن هذا هو الوحيد الذي يضمن لها تمويلها. مستدام، يعني حتى ولو حصلت على التبرعات وأمر مستبعد إلى الآن، حتى لو نظم مؤتمر آخر وجاءت من التزامات جديدة وحصلت على المبلغ، لكن ما يستفعل بعد سنة. نعم. إذا استنفذت هذا التمويل. أحمد المحضر مصطفى، الكاتب الصحفي المتابع للشأن الإفريقي، شكرا جزيلا لك على مشاركة في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، أنقل إليكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة من المشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.